طيب، حتة مهمة جدا لأي حد بيستخدم برنامج الفي، برنامج الفي ام وير. طبعا معروف ان برنامج الفي ام وير انت بتكريت بيه فيرتشوال ماشينز عشان تبدأ تتدرب عليها او تستخدمها حتى في الشغل. زي مثلا اهو برنامج الفي ام وير، انا مكريت عليه فيرتشوال ماشين عليها ويندوز سيرفر 2016، واحده عليها اكس بي، واحده عليها 10، واحده عليها 7 اكس بي 8 وهكذا. طيب احيانا بقى انا في اللابات اللي بعملها بحتاج ان انا اكريت فيرتشوال ماشين عليها 2016، واحتاج ان انا اشغل واحده تانية برضو عليها 2016، وفي بعض اللابات بعملها بحتاج ان انا اشغل حوالي 6 فيرتشوال ماشين عليهم 2016. تمام، تبص كده هنا اهو في الفي ام وير اللي انا فاتحه. بص انا هنا مثلا ايام ال 2012 دي ماشين عليها ويندوز سيرفر 2012، ودي 2012 2012 و12 كل ده. بص كام ماشين بقى، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 فيرتشوال ماشين عليهم ويندوز سيرفر 2016 او 2012. طيب ايه الحل بقى عشان تعمل سيادتك 15 فيرتشوال ماشين؟ اما ان انت بقى ايه، تكريت اول فيرتشوال ماشين في ام 1 وتحط سيديهات الويندوز وتبدا تنزل الويندوز عليها، يبقى انت كده عملت اول فيرتشوال ماشين. سي حجمها قد ايه بعد ما عملتها؟ حجمها 10 جيجا. اخدت وقت عشان تعملها واخدت مساحه من الهاردسك، صح كده ولا ايه؟ 10 جيجا. طب انت عايز تعمل 5 كمان، ايه الحل؟ يا اما تقعد تعمل تكريت واحده كمان وتقعد وتكريت التالت، انت كده ضيعت وقت مجهود ومساحه، لان دي هيبقى مساحتها 10 جيجا ودي مساحتها 10 جيجا ودي 10 جيجا ودي 10 جيجا. في ناس تعمل ايه؟ بعد ما يعمل اول فيرتشوال ماشين اللي هي 10 جيجا اللي تعب فيها، يكبيرها، يعمل كوبي واحده، كوبي الثانيه، كوبي الثالثه، كوبي الرابعه، يوم جاي عامل 4 أو 5 فيرتشوال ماشين. انت كده وفرت على نفسك في المجهود، بس هتبقى عندك مشكله ان دي مساحتها 10 جيجا ودي 10 جيجا 10 جيجا 10 جيجا 10 جيجا. اجمالي مساحه هذه الفيرتشوال ماشين كام؟ 50. سايز 50 جيجا. فهي الازمه بس عندنا، انت ممكن تكابير الفيرتشوال ماشينز، هي بس الازمه عندنا في ايه؟ في الحته بتاعت السايز دي. عايزين نوفر على قد ما نقدر في السايز ده. انا احيانا بحتاج اكريت 50 فيرتشوال ماشين، مش بشغلهم طبعا كلهم في نفس الوقت، بس ايه، اجيب مساحه منين لكل ده؟ فعشان كده في الفي ام وير في اختراع اسمه كلون. كلون، والكلون ده في منه انواع، خلينا احنا في نوع اسمه لينكد كلون. بص يا سيدي بقى، شركه في ام وير بتقول لك ايه؟ سيادتك هتعمل في اماية واحده بس 2016، وتحافظ عليها، خلي بالك، ها، نازل عليها 2016، حجمها قد ايه؟ 10 جيجا، وتقوم جاي عامل منها كلون. بص، اعمل منها كلون، كلون يعني استنساخ. يقوم جاي عامل لك واحده مرايه منها، مرايه منها. المفترض الثانيه دي هتبقى 10 جيجا، لا، الثانيه دي هتبقى 0 جيجا. زي 0 جيجا، بتبقى حوالي 7 ميجا، حاجه تافهه يعني، شويه ملفات كده تافهه بتتحط جواها، ومعتمده في شغلها على ايه؟ على نفس ال 10 جيجا دول. يعني انت بص، لما تيجي تفتح دي وتفتح دي، هتتعامل انت هتفتكر ان دي ماشين مستقله ودي ماشين مستقله، لكن هما في حقيقه الامر الاثنين معتمدين على 10 جيجا مشتركه ما بينهم. طب انا ممكن اعمل ايه؟ اعمل واحده كمان كلون اهي، واعمل من دي كلون كمان اهي، واعمل من دي كلون كمان اهي، ان شاء الله حتى تعمل 20 كلون من دي. انت بقى فاكر ان كده الحجم بيتضاعف؟ لا، الاجابه دي معتمده في شغلها على 10 جيجا دول. يعني من الاخر، بقت ال 10 جيجا ديت متكرره مره واحده مشتركه ما بين الكل، وكله بيشتغل اعتمادا على ال 10 جيجا.
طب افرض انا عايز اعمل في دي اعدادات مختلفه عن دي ما تشغلش بالك، اي حاجه جديده زياده هتتعمل هنا هتتخزن هنا تترمي فيها بس، تترمى في ديت بس. أيوة. والجديد بتاع دي يعني مثلا لو دي متخزن فيها 1 2 3 4 هتبقى دي برضو 1 2 3 4. انت بقى عايز تزود 5، زود 5 هتزيد للفي ام دي بس. طب ودي هتبقى 1 2 3 4، عايز ازود 6، 6 هتزيد للفي ام دي بس. فانت هتبقى فاكر ان كل فيرتشوال ماشين مستقله بذاتها، لكن في حقيقه الامر كلهم معتمدين على نفس ال 10 جيجا اللي هم كام؟ 1 و2 و3 و4 اللي مشتركين ما بينهم كلهم. تمام كده؟ فكده هيبقى الاجمالي بتاع الحجم ايه؟ مش 50 جيجا. السايز بتاعك هيبقى فقط 10 جيجا وشويه فكات. شويه الفكات الزياده اللي هي. فممكن تلاقي الحجم مثلا ايه؟ 11 جيجا ولا حاجه. حاجه تافهه يعني. ده انت ممكن تكاري 100 فيرتشوال ماشين وال 100 حجمهم 10 جيجا برضه. بس خد بالك من حاجه مهمه، لو دي باظت، لو دي باظت الفي امات كلها باظت، لو دي اتدلتت الفي امات كلها اتدلتت او ما اتدلتتش باظت برضه. لو دي غيرت مكانها تيجي تشغل دي يقول لك انا مش لاقيها، تقول له طب بص خد المكان الجديد بتاعها وهكذا، تعرفه مكانها فين. طيب انا في نسخه ليها يعني ايه نسخه ليها؟ الرئيسية. الرئيسية دي انت لازم تحافظ عليها زي عينيك. ده انا باخدها وبضغطها وبرميها على 3 4 اجهزة عشان دي لو باظت كل اللابات بتاعتي اللي انا عاملها وطالع عينيا فيها هيبوظ. تمام؟ فعشان كده بص انا عامل فولدر، لو انت فتحت الماتيريال عندك اهو هتلاقي اسمه ايه؟ بيز فيرتشوال ماشين. اهدي انا بحافظ عليها زي عينيا. جواها ايه؟ في 100 واحدة 2008، واحدة 2012، واحدة 2016. واحدة 8، واحدة 10، واحدة 7 اكس بي وهكذا، واحدة 2003 هي واحدة بس. وكل اللي انت شايفه قدامك ده 2016 اهو، بص ادي واحدة 2016 2 3 4، كل دول منين؟ كل دول كلوند من البيز. وال 2012 كل ال 2012 اللي هنا كلوند من ايه؟ لاحظ ان الموضوع ده شبه خاصية الدي دوبليكيشن، صح كده؟ بنشيل الحاجات اللي ايه؟ المتكررة. انت بقى دلوقتي لو عايز تعمل واحده كلون جديده بس تفتح البيز، اوعى البيز دي تبوظ. البيز دي انا ما بستخدمهاش خالص على فكره، انا راكنها كده مخليها ريفرنس لباقي الناس، لكن هي نفسها ما بستخدمهاش. بص تفتح ال 2000 مثلا، انت عايز تعمل واحده جديده من 2016، حلو كده؟ هم جاي ايه؟ هم جاي فاتحها. بص رايت كليك عليها واقول له مانج، انا عايز اعمل ايه؟ كلون. نيكست. بص هنا بقى يقول لك ايه؟ يقول لك انت عايز لينكد كلون، هي دي اللي احنا درسناها. نعم. ولا فول كلون؟ عارف فول كلون يعني ايه؟ يعني كبيرها لك. يبقى ما وفرناش في المساحه. لا. انما اللينكد كلون هتبقى معتمده على دي، اقول له انا عايزها لينكد كلون. نيكست. ماشي؟ هتستنسخها، هتحطها فين؟ حطها على الديسك توب مثلا، في فولدر هنسميه عشان انا همسحها دلوقتي، هسميه تيست. بقول له اوكي، بقول له فينش كلوز. بص بقى روح دلوقتي على الماشين اللي على الديسك توب ديت تيست، هتلاقي شويه فايلات حجمها قد ايه؟ تقريبا 7 ميجا وشويه حاجات تافهه. تشغلها تشتغل معاك وكانها فعلا ال 2016 الحقيقيه، بس معتمده على ايه؟ على الـ على البيز الاصليه. تمام كده؟ حافظ على البيز الاصلي. يعني هذا كلون، ده دي نسخه كلون المستنسخ. وصلت؟ عشان الموضوع ده بيتعب ناس كتير، وناس كتير يا عيني بتبقى مش لاقيه مساحات. بص انا لو رحت دلوقتي مثلا على النسخه الكلون، هي النسخه الاساسيه هي اللي حجمها كبير. يعني بص نسخه 2016 بروبرتيز حجمها 10 جيجا وشويه اهي. روح بقى دلوقتي على الفي ام مات بتاعه ال 2016 اللي انا عاملها، تعالى مثلا على دي، بص حجمها ايه؟ 7 ميجا. دي حجمها ايه؟ بس دي 2012 هات 2016. دي 7 ميجا بس انا عشان عملت جواها شويه شغل زاد عليها كام؟ ها؟ 1 جيجا. زادت بس زياده. وصلت؟ في اي سؤال في الحته ديت؟ وقف.